من الحاجات المفرحة، أحد الموسيقيين المصريين في فرنسا بيحصل على وسام فرنسي رفيع، اسمه وسام كونسيرتيست، من الدولة الفرنسية. عازف الجيتار الأستاذ الفنان شريف دحروج بيدخل قائمة الموسيقيين الأكثر تأثيرا في الموسيقى المعاصرة. طبعا دي يعني حاجة تخلينا نفتخر إنه أحد فنانينا الشباب بيصل إلى هذه المكانة وبيكرم في فرنسا بوسام رفيع جدا، وهو يعني شيء يفخر به كل مصري حقيقة. معايا على زوم أو على سكايب، على سكايب الفنان الأستاذ شريف دحروج. مساء الخير أستاذ شريف، وألف مبروك هذه الجائزة وهذا الوسام. الله يبارك في حضرتك استاذ عمر. مساء، اولا مساء الخير والانوار على حضرتك استاذ عمر وعلى كل متابعينك الكرام. وطبعا زي كل الضيوف اللي بيقابلوا حضرتك وبيتواجدوا مع حضرتك بيبقوا دايما متشرفين، ربنا بيعرفوا يخليك، مميز زي حضرتك. ميرسي ربنا لتواجدك. يخليك، ربنا يخليك. قول لنا، رحلة الحصول على هذا الوسام بالتأكيد كانت رحلة طويلة، رحلة شاقة، رحلة صعبة، فيها مجهود. أهم محطات هذه الرحلة أستاذ شريف. ده حقيقي جدا. هو طبعا في باريس انا جيتها سنه 2009 بعد حصولي على الدبلوم العالي من المدرسه الملكيه البريطانيه لفنون الاداء. جيت بمنحه من الايكول نورمال هنا في باريس، وتدرجت في الشهادات 2011 الشهاده العليا، 2013 شهادة الدبلوم العالي للأداء والفنون، ليسانس 2015 ليسانس الفنون الأداء. وطبعا في كل دوت كان من 2010 2016 حصلت على كذا دبلوم من قسم الكتابة الموسيقية، كل ما هو تحليل هرموني، تحليل القوالب، التأليف والهارموني والكاونتر بوينت. وبدأت بعديها تمهيدي لفنون قيادة الأوركسترا، وبعد كده انتقلت لسكولا كانتروم، مدرسة عريقة جدا جدا. في 2017 أخذت منها وسام فورتشوزيتي والماجستير فنون في الأداء ودبلوم العالي لموسيقى الحجرة، وكملت برضو قيادة الأوركسترا. ومن 2017 ل 2022 تأخرنا في مرحلة الكوفيد شوية، ولكن كملت، كانت مرحلة الدكتوراه في فنون الأداء. ولما أخذت بإجماع الآراء الدرجة العلمية أخذت معاها وسام كونسرتيست عشان أبقى فعلا أول جيتاريست يتحصل على هذا التايتل وهذا الوسام من الوسام ده، يعني خلينا نقول قيمته الفنية، يعني اشرحها لنا استاذ شريف. كونسرتيست. هي أعلى درجة فنية يقدر يتحصل عليها فنان، وهي عادة بتبقى للآلات المنفردة زي البيانو أو الجيتار، ومش آلات كتيرة، يعني اتنين تلاتة. هي في الأساس بتعطى للدرجات العليا من أول الماجستير وللدكتوراه، اللي فيها العازف يقدر يقدم برنامج حفلة ما بأعمال ضخمة ذات أهمية سواء تاريخية أو إنشائية أو هرمونية إلخ، ويقدم فيها إعادة صياغة وكتابة من أول وجديد ورؤية فنية من أول وجديد. فاللي بيتحصلوا عليها بيبقى عادة بإجماع الآراء، وبتبقى يعني بعد كفاح، او يعني بعد مشوار طويل. طبعا انا ذكرت لحضرتك ده بس المشوار اللي في باريس، في طبعا قبليه سنين كتيره. انا اصلا مصري من اسكندريه، ففي دراسات كانت حصلت في أنا اسكندريه. عارف إن حضرتك يعني خلصت هندسة في الأول. ده حقيقي، ده حقيقي. كان بالتوازي مع الموسيقى، كنت خريج كليه هندسه جامعه اسكندريه قسم تصميم وعمارة السفن بمرتبة الشرف، واشتغلت هناك معيد طبعا لفترة وجيزة قبل ما أسافر وقرر
ولكن الموسيقى انتصرت على الهندسة. حضرتك ما اقدرش اقول ان هي انتصرت، لانه الهندسة زي اي علم، حتى نيتشه وشومبرج قالوا نفس الكلام، انه العلوم الطبيعية والفنية عند مستوى معين من التعمق بتتلاقف على الاقل في فلسفتها. فانا اللي استفدته من هندسة زي التحليل، زي ادراك الابعاد الانشائيه، هو لسه موجود معايا، وده خلاني واثق بقدراتي طبعا الذهنيه يمكن اكتر من زملاتي اللي ما عندهمش صفحه من حياتهم فيها دراسات علميه، بجانب برضه حاجات تانية زي مثلا الباسكت والرياضه، وبرضه ليها ابعاد وساهمت في بناء الشخصيه زي مثلا روح المغامره، روح الاستعداد، وازاي نعم. تبقى تقدر تكسب. فكل ده بيؤدي في الاخر الى بيصب في الاخر في الموسيقى بطريقه او باخرى. وما انساش كمان انه في فرنسا بالذات الاهتمام بدراسه الفلسفه خلت برضه في بعد مهم جدا لبناء شخصيه متكامله، موسيقيه متكامله. نعم. فكل ده يعني مرتبط ببعضه. صحيح صحيح. انتصرت. طيب بعد حصولك على هذا الوسام، الخطوه القادمه ايه؟ اعمالك كيف ستتاثر؟ في اي حفلات هتكون في الفتره المقبله؟ هتيجي مصر ولا لا؟ يعني عندي اسئله كثيره بس ما عنديش وقت للاسف يعني. تمام. هو اكيد 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 الجائزه ديت والوسام دوت هو باسبور للواحد يروح ابعد وابعد. فطبعا اكيد في مشاريع كتيره، هي زي ما هي باسبور، هي طبعا يعني وسام لكل المشوار اللي فات، ولكن الانطلاقه الجديده هو انه الجائزه بتمنحني من بدايه حتى شهر 6 اللي احنا فيه، ان انا هلعب في سال سيزار فرون، واحده من اقدم واعرق مسارح باريس. فده باب اتفتح لي، وطول السنه اللي جايه هيبقى يعني نتيجه لهذه الجائزه، واللي طبعا باذن الله اتمنى ان انا اقدم فيها كل اللي قدرت ان انا اجمعه في مشوار حياتي كله في هذه الحفلات. بالنسبة لمصر أتمنى جدا جدا إنه أزورها وأقدر أعمل فيها حفلات في أقرب فرصة ممكنة بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله في انتظارك، ونحن يعني سعداء بهذا الإنجاز وهذه المرتبة العالية. أنت فخر لكل مصري في الغربة. شكرا جزيلا الفنان شريف دحروق الحاصل على وسام رفيع من فرنسا. شكرا جزيلا.